بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Changing the resume behavior. الريزيوم يا جماعة بمنتهى البساطة لما أنت تطلع بره البروجكت بتاعك، يعني أنت عملت ببلش دلوقتي وطلعت عملت اكزيت اكس ورحت مشغله مرة تاني، ده اسمه ريزيوم، إعادة بداية ل تشغيل المشروع من اول. فبيقول لك لما يحصل ريستارت المشروع انا عندي ثلاث اوبشنز: بروموت تو ريستارت، اعلن تو ريزيوم، اعلن لك يعني اجيب لك اشعار صغير بيقول لك يا ابني انت عايز اشغله لك من الاول ولا اكمل على الموضوع، يس ولا نو. ده اللي اسمه بروموت، بديني اشعار يس هكمل، نو هجيب لك من الاول، ولا اولوز ريزيوم، دايما كمل لي من اخر حته انا كنت واقف عليها، ولا نيفر دايما تبتدي من الاول. القصه ديت ممكن ناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها، بس هي راح تظهر بعد ما انت تعمل بابليش وتقرب كده في نص مشروعك وتروح عامل اكس. يعني انت وشغال تعمل مثلا نيكست على سلايد 2 3 4 وروح عامل اكس وشغل المشروع مره تانية، الاكس بمعرف الاكس ايه، دبل كليك عليه مره تانية راح يشيب لك، لو انت كنت عامل بروموت يجيب لك الاشعار، ها عايزني اكمل اعمل ريزيوم ولا اجيب لك من الاول كده يعني. تمام. الجانب ده بخصوص لما لو انت كنت طبعا انتجريشن في الببلش مع اللي اسمها الليرنينج مانجمنت سيستم، انا اعملك اجنور للكوكيز بتاعت الفلاش بحيث اني ما يحصلش مسكونشيبس ما يحصلش تعارض في السيشنز بتاعت الفلاش يا جماعه. بدايه القصه بتاعت الليرنينج مانجمنت سيستم ديت يعني نقطه جميله ان انت تكون حاططها، يعني اجنور عشان ما يحصلش مشاكل. اعمل دايما اجنور لملفات الفلاش كوكيز، مش مشكله انا خدتها قبل كده، هي موجوده مش موجوده، اعمل لي دايما ليها اجنور. ديت الفكره بتاعت ريزيوم. في ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها من النقطه ديت وبيحصل لها مشاكل بعدين، طب ليه ما بيبتديش المشروع من الاول؟ هذه الفكره ان هي اللوبينج بتاعته لما نبتدي من اول وجديد. ديت البروجرامينج بتاع ديت الفيتشر الخاصة بالنقطة ديت سبيسيفيك على وجه الخصوص. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.